نبدأ معاكم فقراتنا كالعادة بفقرة الصحافة وقراءة أهم عناوين الصحف اليومية، وطبعا عناوين الصحف النهاردة أعتقد معروفة للكل. معانا الصحفية آمال عويضة، كاتبة الصحفية بجريدة الأهرام. صباح الخير يا آمال. صباح النور يا مي. يعني قبل ما نبتدي قراءة الصحافة هنشوف بوبس عن استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية ونرجع نبتدي فقرتنا. ويمكن كمان في يعني نبتدي بالاخبار الاول مبدئيا، في حاجات مهمه قوي ممكن نتكلم عليها النهارده. خليني بس يعني اسجل تقديري بكم انتم الثلاثه النهارده بعد ما رايناه من التلفزيون المصري بالامس. شهادتي كاعلاميه مصريه، انا النهارده سعيده اني موجوده معاكم في ظل محاولة رؤيتكم للوضع، مش ترديد مجرد كلام يتنافى مع الصورة الحقيقية في الشارع. أنا شخصيا يعني أسجل برأي شخصي اعتراضي على ما قام به التلفزيون المصري، القنوات المصرية بالأمس، من تقديم معلومات إن لم تكن مغلوطة فعلى الأقل معلومات تفتقر إلى أرض الواقع. بشكركم وبحييكم على محاولتكم حتى طرح الأسئلة التي نحتاجها الآن. بشكرك يا مال، يعني احنا بنتمنى ان احنا بدل ما نطرح أسئلة ان احنا نقول تفسير، بس يعني ما باليد حيلة. الأخبار اللي موجودة معنا النهاردة من المصري اليوم، الصفحة الأولى فلاش باك، دم ونار ودموع في التحرير. اليوم السابع الصفحة الأولى، الدماء تعود إلى ميدان التحرير. الأهرام الصفحة الأولى، قوات الشرطة تخلي ميدان التحرير بعد مصادمات عنيفة مع المتظاهرين. الأخبار الصفحة الخامسة، الحكومة تستجيب للإخوان والسلفيين. اليوم السابع الصفحة الرابعة، إسقاط مصطلح مدنية الدولة في وثيقة السلمي. والمصري اليوم الصفحة الأولى، المصري اليوم تكشف ضباط الجيش يبدأون خطة تأمين مصر قبل وأثناء الانتخابات. الأخبار الصفحة الثالثة، القبض على سيف الإسلام القذافي في جنوب ليبيا. والأهرام الصفحة الأولى، الجيش السوري يواصل قمع المتظاهرين وكلينتون لا تستبعد حرب أهلية. طبعا واضح أن كل الأخبار على الليلة الحزينة اللي عدت على مصر امبارح، بس هنشوف البوبس عن الانتخابات البرلمانية واستخدام دور العبادة في الانتخابات المقبلة ونرجع نبتدي فقرة. مع الدخول في المعركة الانتخابية كل الأسلحة متاحة لكسب أغلب الأصوات، وأهم هذه الأسلحة وأخطرها سلاح الدين. نزلنا لمعرفة الآراء المختلفة حول تدخل دور العبادة في الدعاية الانتخابية. هو دور أساسي لا مفر منه، على أساس أن الشيخ أو خطيب الجامع أو الإمام هيكلم بقول الله وقال الرسول، فده لا مفر منه، وده شيء أساسي لمبدأ أي إنسان. بالنسبة للمسجد حتى لو الكنيسة برضك هم بياخدوا الأسيس أو الرهبان قدوة ليهم ومثل، فبيمشوا وراه برضو، فده ما فيش فيه يعني نفاق. ليها دور إنها توجه الناس إنها تنتخب الإنسان أو الناس أو الرجل اللي هتنتخبه لازم يكون يعني هيخدمها هي، يعني هيخدم الناس وهيخدم مصالحهم، هي ده دورها يعني. بس مش من رأيها انها تقول لي انتخبوا مثلا فلان الفلان، لا، هي ليها دور معين انها توعي الناس، بس بالنسبة للناس اللي هتنتخبهم انهم يكونوا ناس ينفعوا مثلا يخدموا مصالحهم وينفعوا مثلا الوطن. امام المسجد يتدخل بس بشرط، يقول للناس المترشح كذا وفلان وفلان وفلان، ماشي، شوف فكر ده وشوف فكر ده وشوف فكر ده، وكل برنامج ماشي إيه، اسمع اخبار ماشي، يشوف الحاجات دي، اقرا جورنال ماشي، لكن ما يصادرش فكر الناس. احنا مش عايزين نسد عقول الناس اكتر، ازاي اكتر ما كانت مسدود. احنا عايزين نبني بلد، عايزين نبني فكر. هي ليها دور في مصلحه البلد، انما في الدعايه الانتخابيه تنحاز لشخص ما المفروض لا، دي مستبعده خالص. يعني هي تدور على مصلحه البلد، ترشد بس. انا شايف الامام بتاع الجامع ان هو يدل الناس ان هم اولا ما ياخدوش فلوس من الناس اللي هم مرشحين نفسهم للانتخابات ديت، وفي نفس الوقت برضو اوجه كلمه برضو للناس اللي مرشحين نفسهم ان هو لو مش هيعمل حاجه للناس او هو يخدم الناس يبقى ما يرشحش نفسه. بالنسبة لاستخدام دور العبادة خاصة المساجد أو الكنائس في الدعاية الانتخابية،
بلا شك أن هذا الأمر أنا من وجهة نظري مرفوض تماما استخدام دور العبادة بالنسبة للدعاية الانتخابية. وإن كان الأصل في الإسلام أن الإسلام دين شمولي، دين تكاملي، لا يفرق بين إذا كان الإنسان منتخب أو الإسلام دين ودولة وأمة وجيش بهذه الشمولية، ولكن القرآن الكريم وضح في المنتخبين في مجلس الشعب أو أي إنسان ينتخب إنسان، وصف الله عز وجل يعني في محكم كتابه أي إنسان يريد أن يرشح نفسه أن تتوفر فيه القوة والأمانة، كما قال أو كما قالت بنت سيدنا شعيب عليه السلام على لسان سيدنا موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وعلى هذا الوضع فلا نريد أن تستخدم المساجد أو الكنائس للدعاية الانتخابية. أي واحد يريد أن ينتخب شخصا لابد أن تتوفر فيه القوة، والقوة ليست قوة العضلات بل هي القوة العلمية، يعلم ما يجري حوله من الأمور السياسية، هذه هي القوة. الأمانة كذلك الأمر، فلا ينبغي علينا أن نعيد الكرة مرة أخرى من الفلول وغيرهم ممن سرقوا البلاد ونهبوا خيرات العباد. فعلى هذا الأمر الإجابة واضحة، لا يجوز استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وإن كان الإسلام دينا تكامليا دينا شموليا. والله تبارك وتعالى ولي التوفيق. ومن الواضح جدا أن استخدام دور العبادة في الانتخابات بقى شيء أساسي، هو بيتم بالفعل. وأنا عصرت حادثة يعني في أحد يعني في أحد مساجد عزوة النخل، كنت بصلي الجمعة وبالفعل بعد ما أنهى الإمام خطبته ابتدوا يتكلموا عن أحد المرشحين وهو ابن من أسس المعهد الأزهري. الحقيقة مستخدمة وموجودة، لكن بالفعل أنا مع أحد الأصوات اللي موجودة فيما شاهدناه من تقرير أنه دور الإمام أو الشيخ أن هو يقدم يقول للناس انتخبوا من يمثلكم بغض النظر هو إيه، يعني من يمثلك بمعنى أنه بيقدم مشروع، أنه عنده برنامج، أنه شخص محترم، أنه شخص بيفهم سياسة. خلونا نخلص من حدوتة النائب اللي بيقدم خدمات، مش دور النائب أنه يقدم خدمات. إحنا دلوقتي يا جماعة في فترة سياسة مش فترة خدمات. نستغنى شوية عن كيس السكر وشنطة الرز وإزازة الزيت ونشوف شوية مستقبل مصر اللي هيتحدد بهذا المجلس إن شاء الله. أكيد، وياريت بس حد يفهم الناس اللي بتستغل دور العبادة إن دور العبادة في الآخر هي بيوت ربنا وليها حرمانيتها، فعيب يعني بلاش نكون من أهل العيب. نرجع للأخبار الحزينة اللي عدت علينا امبارح، فلاش باك دم ونار ودموع في التحرير، والدماء تعود لميدان التحرير مرة تانية، وقوات الشرطة تخلي ميدان التحرير بعد مصادمات عنيفة مع المتظاهرين. الحقيقة ده كل الجرايد النهاردة دي عناوينها، لدرجة انه المصري اليوم عاملة طبعة تانية، والطبعة التانية بعد العنوان بتاع فلاش باك عاملة انذار اخير. انذار اخير لمين؟ طبعا لمن يخوض مصر في هذه المرحلة الحرجة. بالامس يعني ومن خلال ما تبعناه وشاهدناه في بعض في الفضائيات الأخرى والتي ليس منها التلفزيون المصري الذي حرص على أن يتهم الموجودين في التحرير بأنهم بلطجية ومثير شغب، الحقيقة أنه اللي كان في التحرير صباحا هم أهالي ومصابين وشهداء الثورة الذين لم يحصلوا على حقوقهم ولا حتى مجرد الحكم على من قام بقتل وإصابة أبنائهم حتى الآن بعد 10 شهور. عندما نتحدث عنهم فلابد أن نتحدث عنهم باحترام، وعندما نتحدث عنهم وعن اعتصامهم لابد أن نشير إلى من أعلن الاعتصام ليلة الجمعة، وكان هو التيارات السلفية وعلى رأسهم حازم أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. الناس صدقت فاستمرت. طبعا عشان الناس اللي صدقت دي عايزين بس نبتدي نحكي لهم بداية الموقف كانت ازاي، لأن الأقوال عموما في شاشات التلفزة كلها تضربت مع بعض. طيب بدأ إزاي والاحتكاك اللي حصل مع الشرطة؟ ربنا يلهمنا أن احنا نقول الصدق والحقيقة التي لا نريد فيها جزاء ولا شكورة إلا مصلحة هذا البلد. أولا كان في يوم الجمعة زي ما احنا كلنا عارفين مظاهرة مليونية في ميدان التحرير وبعد ما يدين القاهرة، دعا ليها بشكل أساسي الإخوان والسلفيين، خلينا نقول التيارات الإسلامية في مصر. خرجت أوتوبيسات حملت أسر بأعداد هائلة، اتملى ميدان التحرير، وكانت هي جمعة المطلب الواحد. المطلب الواحد هو تسليم السلطة المدنية قبل نهاية إبريل. الحقيقة تم استغلال ميدان التحرير كما نما إلى علمي
باعتباره أداة انتخابية وباعتبار توصيل رسالة إن إحنا أقوياء وإن إحنا نقدر نعمل حاجة. لكن هي دي حقيقة ما امتلأ به ميدان التحرير هو ما يستطيع أن يحشده التيار الإسلامي بالفعل. قدموا نفسهم باعتبارهم بديل للسلطة في مصر، باعتبارهم هيقيموا شرع الله، باعتبارهم هيقيموا الحدود، وده اللي بالفعل اتقال ورفعت خلاله أعلام سودة وأعلام خضراء بالإضافة إلى أعلام مصر. الحقيقة ده كان المشهد يوم الجمعة، وكان قبلها دعا حازم أبو اسماعيل والتيار السلفي إلى الاعتصام في ميدان التحرير حتى الانتهاء من الوثيقة، وعمل برنامج زمني لتسليم السلطة قبل نهاية إبريل الماضي. الحقيقة الساعة 7 انفض الإخوان والسلفيين أصحاب التيارات الإسلامية، ولم يبقى إلا أهالي ومصابي أسر مصابي وشهداء الثورة، والتزموا بهذا في مقابل الحصول على حقوق أبنائهم التي لم يحصلوا عليها. حتى فكرة الحكم على من قتل أبنائهم وأصابهم. الحقيقة هم استغلوا صينية الميدان، لم يتم إيقاف مرور، لم يتم إثارة شغب في الليلة نفسها، وصباحا خرجت عربيات أمن مركزي عشان خاطر أعداد قليلة جدا احتلت الصينية، وكأن الصينية دي أصبحت هي هيبة مصر. على الرغم من أنك عندك يا مي أراضي بتغتصب في طريق مصر اسكندرية ولا يتحرك لا الجيش ولا الداخلية، عندك بلطجة بتحصل، عندك أشياء ومشاكل لا يتم حلها، أصبحت صينية ميدان التحرير هي التي تؤرقنا، وأهالي الشهداء وأهالي المصابين هم مثير الشغب كما قال التلفزيون المصري بالأمس، ودي النقطة اللي احنا اتكلمنا عليها منذ قليل. الحقيقة ده الوضع اللي حصل. الصور تثبت العنف المفرط اللي تم استخدامه مع مسالمين منهم اباء وامهات، وصور شفناها يعني هتلاقوها حتى في جريده المصري اليوم، ست بتدعي على من يتعامل مع اهالي المصابين والشهداء بهذا الشكل. يعني الحقيقه قدامنا بتقول ان في عنف مفرط. الداخليه لسبب او لاخر اللي مش شايفينها في كل شوارع مصر واحياء مصر ومحافظات مصر ظهرت فجاه لتطهير الميدان من اهالي الشهداء. الحقيقه مواقف مبالغ فيها تحمس ليها الشباب اللي شاركوا امبارح بالامس. انا شعرت ان مصر تعيش من جديد اجواء 25 يناير و 28 يناير عندما خرج الى ميدان التحرير من يدافع عن مصر ولا يدافع عن سياسه ولا يدافع عن مقعد في برلمان كما فعلت تيارات اخرى. يعني الاهالي امبارح قالوا ان هم فوجئوا بعربيات الامن المركزي وهي بتحاول تفض اعتصامهم بطريقه غير سلميه تماما، بالعكس وهم كانوا يعني مسالمين ولم يبدأوا أي احتكاك بينهم وبين الشرطة. في نفس الوقت الشرطة ردت بالليل وقالت أنا ما تعملش معاهم بعنف ولم أستخدم أي أسلحة ضدهم. فزي ما أعتقد زميلي قال في البداية، قال إحنا في عصر دلوقتي كلنا بنصور على الكاميرات بسهولة جدا، فأرجو أن وزارة الداخلية بعد كده تبقى تثبت لنا، لأن في تتعامل معانا على أننا أذكياء وبنفهم. بالأمس يا ماي ملامح كثيرة بتقول أنه ملامح 25 يناير و28 يناير موجودة، كراهية الداخلية الواضحة في علاقة الناس بالداخلية لدرجة أنه يعني إغلاق الشوارع لحماية الوزارة، تلكؤ أهل السلطة في الرد على تساؤلات الناس حتى العاشرة مساء خرج لنا أحد اللواءات بيتكلم عنهم باعتبارهم مثير شغب وأن في مؤامرة ماشي أنا ممكن أقبل ده بس قدم لنا أطراف المؤامرة. غضب وكراهية حقيقية على السلطة في مصر التي لا تعترف بحق الناس في ان هي تعبر عن نفسها بشكل سلمي، وده اللي احنا قلناه فيما يتعلق باهالي الشرطه. وفي النهايه يقال ليكي ان في بيان هيطلع من السلطه اللي هي المجلس العسكري ولا يخرج حتى منتصف الليل. انا واحده من الناس سهرت لغايه 2 الصبح في انتظار هذا البيان، في انتظار هذا التعليق، بغض النظر على تعليق اللي هو الفنجري على القنوات الفضائيه، لم يخرج. نفس التلكؤ، نفس التباطؤ، وحتى وانت قلتي حتى في المقدمه ان احنا لغايه دلوقتي 9:30 صباح اليوم التالي ولسه في حاجات مش عارفينها، وبيقول لك احنا هنتعامل بشفافيه وهيبقى في تحقيقات. طب قولوا لنا التحقيقات اللي تمت في 8 ابريل راحت فين، 9 مارس راحت فين، 18 يوليو راحت فين، مسبيرو راحت فين. احنا مش عارفين حاجه لغايه دلوقتي. السلطه مصره في التلكؤ والتعامل معانا باعتبارنا اغبياء واطفال قصر لابد من الطبطبه عليهم وقعدوا جنب الحيط. سمعناها النهارده ان مجلس الوزراء هينعقد النهارده بعد اكتر من 24 ساعه. يعني انا ما اعرفش الجمعه كانت اجازه، الحقيقه الجمعه والسبت اجازه، الجمعه والسبت اجازه صحيح.